ولا اي حاجه. ديستراكشن يعتبر بالنسبه لهم ميزه. بيحاول يشتري وقت بالنسبه لانوبس عشان يدور دلوقتي يمكن على بيرفكت اول ان على ان جي اكس. دامج عليه تعالى خلاص خلاص على طول كان انترس من ناحيه كاري ودامج من ناحيه بطه وخلاص الاول ان بيرفكت كيل سكيورد لميزه. طبعا البلاك ويتبقى توب بلايرز بس من ناحيه ان جي اكس سايفر يحاور للسيفايف بطه برضه يتشيس عليه وياخد الكيل الدبل بالنسبه لبطه. لو اتش بي كاربروس اسم كامل للتشيس ياخد الشوت داون ولكن برضه فريق انوبيس اسم كاملين التشيس على كاربروس. بلاك كيو وراها الاي وراها البيزك اتاك ممكن الاخير ولكن كاربروس يقدر يخش جوه الفاونتن. نقدر نقول محاوله انجيج على طول من ناحيه تراب اسكود على طول. شوف انا على طول كمان من ناحيه بوتشر بيرفكت جراند انترنس ولكن لسه ما فيش الرد فتحس كمان دبل ممكن هنا يسكي كتير كده بس الفري فوكس جيمنج جون دات يسكيو دبل كيل بالنسبه لبوك فوكس يدير الفايت ولا لا ماجد على الفرونت لاين كيل والثنين دبل عالي جدا بس عشان دايس هانت سكيلز قوي يسكيور بيها الكيل على مونك خلاص فارس مش موجود عندك في الصوره جون دات مش على قيد الحياه تبقى دلوقتي فتاسكا مع يوتشي ما يقدروش يقدموا كتير وصاد فريق رعد دبل كيل والترابل دلوقتي لهانت ممكن يدور على اكتر فتاسكا زيرو دامج وصاد خطر ماجد بالرانكتن والرعد يمحوا دلوقتي فرصة فوكس او يقللوها اكتر واكتر بالفعل ايه موجود دلوقتي من ناحية جيو ولكن هاتس بيدور على بيرفكت اول ان بيرفكت دلوقتي بالوقت لاندر ولكن على طول فرنس من ناحية جيو ده مش عارف من ناحية جي كام مصطفى المنسيطوريس ودبل كيل على افعال ثري مان متبقيين دلوقتي من ناحية فريق افعال وصحابة جيو تكمل التشيس عليهم بالكلين اب ده ما مش قادر يكوال الدمج ده ما مش قادر يرد على جيو حتى سيف يحاول ان هو يهرب ولكن ساتوريس خلاص فعلكم هاي ميكر موجوده من ناحيته حتى كمان جيو فلاش دلوقتي جراند انترنس من سيفي وشوت بعده جيف في السايد لين بص بالظبط نكس اوبن على هتعرف توقف اصلا ساتوريس ولا لا ساتوريس مش هيحصل حاجه هيضرب ولكن على هي ماكر بص بس اتاكس من ساتوريس سكيور التكساس الجيم انت على صالح جي كي تريبل ارب وارب لحلم البلاي اوفز الاول ان موجود على طول من لك ماي هيل الكل سكيورد من اجواد وتريبل خلاص كل والثانيه بريشر من ميمك اداء رائع على الزاي ولسه بيكمل البريشر على قصاي جوه الفاونتن يتبقى قصاي في وضع لا يحسن عليه التاور الاخيره تفول النكسس اوبن تريبل مره ثانيه يسكيور على طول